بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، معكم محمد سعيد بلعيد، واليوم إن شاء الله راح نواصل سلسلة دروس حول تطوير برامج أندرويد. في الحصة اللي فاتت شفنا مقدمة حول تطوير برامج أندرويد، وقمنا بتطوير أول برنامج اللي هو عبارة عن كويز اللي فيه سؤال واحد فقط بإجابتين. لما نضغط على الإجابة الصحيحة راح يكون تكون رسالة مؤقتة تقول لي إجابة صحيحة، نفس الشيء بالنسبة للإجابة الخاطئة. إذن هذا هو كان الدرس الأول اللي قمنا به. في حصة اليوم إن شاء الله راح نركز فقط على الواجهة. كنا شفنا ستراكشر تاع البرنامج المرة اللي فاتت، وركزنا فقط على ملفين اللي هما المين اكتيفيتي اللي يكون بلغة البرمجة كوتلين، واكتيفيتي مين اكس ام ال اللي هو الواجهة نتاعي اللي يكون بلغة اكس ام ال. من اجل تصميم الواجهة هناك طريقتين. الطريقة الاولى اللي استعملناها المرة اللي فاتت هي دراج اند دروب. راه عندي الكومبوننتس هنايا، تكست، باتن، ايمج. راح فقط ناخذ مثلا بطن ونحطه مباشرة على الواجهة. هذه باستعمال الديزاين او باستعمال طريقة دراج اند دروب. هذه الطريقة لا ننصح باستعمالها في التصميم اذا واجهات بالنسبة للاندرويد. ممكن نبدأ بها للتعلم، ولكن من الاحسن استعمال كود اكس ام ال. باش نروحوا لكود اكس ام ال نضغط فقط هنا على كود ويكون عندي كود اكس ام ال نتاعي. إذن والطريقة اللي ممكن أيضا نستعملها، نستعمل في نفس الوقت الكود اكس ام ال ونشوف التغيرات هنا أيضا في الواجهة. في أي واجهة أندرويد لازم نفرق بين شيئين. أولا الكومبوننتس أو العناصر المكونة للواجهة، مثل text view، button، image، list إلى آخره. هناك عدة components أو عناصر للواجهة التي يمكن استعمالها. وعندي أيضا view group اللي هو راح يسمح لي بتنظيم هذه العناصر في الواجهة. هنا استعملنا constraint layout، راح نرجع للشرح تاعه فيما بعد. الآن راح نركز فقط على الcomponents. الcomponents هذه والattributes اللي ممكن نستعملها. واش راح ندير؟ راح نمسح كل ما قمت باضافته من تكست فيو وباتنز، وراح نزيدهم مباشره في الكود. هنا مثلا راح نزيدو تكست فيو. اي كومبوننت، اي عنصر في الواجهه عنده خاصيتين لازم يكونوا فيه، اللي هي الطول والعرض. الطول والعرض والطول والعرض عندهم عده قيم ممكن تاخذها. عندنا مثلا match parent و wrap content. راح نضيف فقط هنا text، نص في هذا text view. إذن ها هو العنصر التاعي اللي هو عبارة عن text view. بالنسبة للطول أخذنا match parent. match parent تأخذ طول كل الطول أو طول screen في هذه الحالة، و wrap content تأخذ فقط هنا عرض المحتوى. نغير هنا wrap content. هنا مثلا أخذنا فقط طول المحتوى. إذا غيرنا هذه مثلا إلى match parent راح نأخذ كل عرض الواجهة. إذا عدنا wrap content و match parent. وممكن أيضا نعوض كليهما، نعوضهم بقيم ثابتة مثلا 200 سواء بالنسبة للطول أم العرض.
إذن هذا هو بالنسبة للطول والعرض. عندي ثلاث قيم، ثلاث إمكانيات: Wrap Content لتأخذ حجم المحتوى فقط، Match Balance تأخذ حجم الواجهة، وممكن أيضا أني أعطي قيم ثابتة. هنا لو تلاحظون نستعمل DP لا نستعمل بيكسلز، لأنها لها علاقة بالدنسيتي تاع الهاتف نتاعك. إذا من الأحسن استعمال DP ولا نستعمل بيكس. لو نستعمل بيكس هنايا راح يكون عندي warning avoid using PX as units, use DP instead. إذا هذه بالنسبة للطول والعرض. بالنسبة للأتريبيوتس عندي عدة أتريبيوتس، راح نرجع هذه بي هنا. عندي عدة أتريبيوتس، مثلا هنا راح نزيد text color. text color اللي راح مثلا راح نحطه مثلا أسود، وممكن نختار الكولور هنا. ممكن نغير مثلا text size اللي راح نستعمل هنا مثلا 40 دي بي. بالنسبة للتكست لا نستعمل دي بي، نستعمل اس بي. راح نرجع فيما بعد لماذا نستعمل اس بي بالنسبة للنصوص وليس دي بي. اذا يمكن ان اغير الكثير من الاتريبيوتس هنا، مثلا الباك جراوند كولر. اذا عندي الكثير من الاتريبيوتس، مثلا ايضا الهوامش، مارجينج اللي هي الهامش الخارجي، بادينج اللي هو هامش اللي داخل الكومبوننت. مثلا بادينج راح نحط مثلا 10 دي بي، هذا هو اذا الهامش اللي زدناه في الكومبوننت. ممكن نزيد هامش فوق تحت الى اخره. مارجينج هو بالنسبة للهامش الخارجي، بادينج هو بالنسبة للهامش الداخلي. اذا هذا بالنسبة للاتريبيوت في الكومبوننت. ممكن اضيف عدة كومبوننت اخرى، مثلا باتن اللي راح ياخذ مثلا وراب كونتنت. وراب كونتنت يعني راح ياخذ مثلا حجم المحتوى فقط. نضيف تكست، معذرة، تكست راح مثلا نحط اوكي. اذا هذه هي الكومبوننت. في المرحلة الاولى نحط الكومبوننت تاعي، ثم انظمها في الواجهة باستعمال هذا view group. الان راح constraint layout راح نشوفه كل الفيو جروبس الممكنة إن شاء الله فيما بعد. إذن بالنسبة لتنظيم الواجهة قلنا نستعمل الفيو جروبس. هذه الفيو جروبس عندنا عدة احتمالات. ممكن نستعمل مثلا constraint layout أو مثلا linear layout. linear layout هو تنظيم خطي. linear layout راح ينظم العناصر الموجودة في الواجهة بطريقة خطية، سواء أفقية أم عمودية. راح نشرح مثلا كنا نضيف button هنا آخر، كل الكومبوننتس هنا منظمة بطريقة خطية بطريقة أفقية. إذا حاب يكون بطريقة عمودية نروح لهذا linear layout، نزيد الاتريبيوت او الخاصية orientation ونحطها vertical. اذا باللينير layout عندي ممكن انظم المحتوى او الكومبوننت بطريقة خطية، سواء افقية ام عمودية. اذا
هذا بالنسبة للينير لايت. الكثير من الواجهات في الموبايل تكون بسيطة بهذه الطريقة، أنظم المحتوى بطريقة خطية في أغلب الأحيان عمودية. إذن ممكن أيضا في اللينير لايت هذا أضيف مثلا الجرافيتي. جرافيتي راح نحطها سنتر. إذا كل كومبوننت نضيف له لايوت جرافيتي سنتر راح يكون في منتصف الواجهة. إذا حب يكون النص أيضا في المنتصف راح فقط أضيف تكست الاينمنت سنتر. بالنسبة أيضا مثلا هنا الباتنز راح أضيف هنا جرافيتي ونحطه في السنتر. إذا هذا بالنسبة لل components راح نضيف فقط هنا text صحيح وهنا خطأ. من خاصيات linear layout هي أنني يمكن أن أضيف embedded linear layout، linear layout أمريكي. راح نشرحها في هذا المثال. راح أضيف هنا linear layout آخر اللي راح يدي عرض الشاشة ويأخذ فقط إذن wrap content بالنسبة للعرض. وراح ناخذ هاد تو باتنز ونحطهم للداخل. اذن والاورينتيشن راهي هنايا اوريزونتال، اورينتيشن اوريزونتال بطريقه افقيه. اذن راه عندي هنايا واش راه عندي لينير لايوت ينظم الكومبوننتس بطريقه افقيه، وعندي لينير اخر اللي لايوت اخر ينظمها بطريقه عموديه. راح نحط هنا في بلاس ماتش بارنت راح نحطه راب كونتنت باش ياخذ فقط الحجم المحتوى، وراح نحطه لاي اوت جرافيتي سنتر. اذا هذا باستعمال لينير لايت. نحسن قليلا من الواجهه، نضيف مارجينج توب اذا هامش في الاعلى راح يكون مثلا 24 دي بي. ممكن اضيف مارجنج في الاسفل ايضا، مارجنج باتم اللي راح يكون ايضا 24 دي بي. ممكن ايضا بالنسبه للباتنز نفرق بينهم ونضيف مارجنج مثلا هنا مارجنج رايت. هي من الاحسن نستعمل ستارت واند، راح نرجع لها فيما بعد ان شاء الله. هنا فقط مثلا 8 دي بي. إذن الآن قمنا بتصميم هذه الواجهة فقط باستعمال اللينير لايت. الآن إن شاء الله راح نستعمله فيو جروب آخر اللي هو ريليتيف لايت، اللي يسمح لي بتنظيم الواجهة بطريقة نسبية، نسبية مع الشاشة ونسبية مع عناصر أخرى في الشاشة. راح نشرحها الآن. وش راح ندير؟ راح نمسح هذا linear layout، نخليه فقط الباتونز والتكست، وراح نحي كل الأتريبيوتس الخاصة بالlinear layout. هنا مثلا الجرافيتي، المارجنج هذه اللي زدناها، ايضا هنا راح نحي الجرافيتي والمارجنز. وراح نغير هنا لينير لايوت الى ريليتيف لايوت. لما نستعمل ريليتيف لايوت كل كومبوننت، كل عنصر من عناصر الواجهه ما راحش نعطيه بوزيشن في الشاشه نتاعي، كلهم راح يكونوا في الاعلى على اليسار.
اذا حنا واش راح نديرو؟ كل كومبوننت راح نحطو له البوزيشن نتاعو. مثلا بالنسبه للسؤال هذا التكست راح نحطو في منتصف الشاشه هنا، اذا هذه بوزيشن نسبيه مقارنه مع الشاشه. واش راح ندير؟ سنتر ان بارنت، نقدر ندير سنتر اوريزونتال اند سنتر فيرتيكال، اللي راح يكون في المنتصف عموديا او افقيا. سنتر ان بارنت يكونوا الاثنين، سنتر ان بارنت ترو، رانا حطينا اذا التكست فيو في منتصف الشاشه. ثم الان بالنسبه للباتنز، هاد الباتنز حاب نحطهم هنايا مباشره اسفل السؤال. واش راح ندير؟ اولا نعطي اي دي ل تكست فيو، راح نسميه question مثلا. ثم نقول ان هذا البطن يكون below اسفل التكست، اسفل الكويشن. اذا هو الان البطن اسفل الكويشن. دونك عندي ايضا، دونك هنا below عندي above to right of to left of. نقوم بنفس الشيء بالنسبة للبطن آخر below إذن question. الآن حب هاد البطنز، واحد يكون على اليمين بالنسبة للتكس، واحد يكون على اليسار. واش راح ندير؟ نضيف الاتريبيوت align left or right. هي من الأحسن نستعمل and و start. لماذا؟ خاصة في التطبيقات التي تستعمل العربية، لما نستعمل and إذا and في اللغات اللاتينية ستكون على اليمين، و and في اللغات التي تكتب من اليمين إلى اليسار مثل العربية and هي تكون على اليسار. إذا راح نستعمل هنا align and مع ماذا؟ مع الكوشن. إذا align and مع السؤال هنايا، راح نستعمل نفس الشيء هنايا ولكن align start. ممكن نستعمل align left مع السؤال، ولكن عندي warning هنايا باش يقول consider replacing Android layout align left with layout align start to better support right to left layouts، خاصة إذا بالنسبة للغات التي تكتب من اليمين إلى اليسار. لن راح نغيرها هنا إلى Align Start. إذن هذه هي الواجهة تاعي باستعمال Relative Layout. Relative Layout اللي راح يسمح لي أنني ننظم الشاشة بالنسبة لننظم الكومبوننتس معذرة بالنسبة للشاشة وبالنسبة أيضا لكومبوننتس أخرى. راح فقط نشوف بعض الاتريبيوتس الاخرى. هنا حطينا سنتر ان بارنت، ممكن فقط مثلا سنتر اوريزونتال ولا سنتر فيرتيكال. إذن عندي اتريبيوتس اخرى، مثلا الاين بارنت بوتوم اللي راح يكون الكومبوننت تاعي في اسفل الشاشه، الاين parent top، align parent right مثلا، اللي راح يكون الكومبوننت على اليمين. احنا نخليه في السنتر. سنتر ان بارنت، سنتر ان بارنت نديرو هاتش. بالنسبة للكومبوننت positions نسبية relative بالنسبة ل components أخرى، قلنا عندي below to left of ولا to end of to right of ولا to end of ولا to start of ولا to left of، وعندي هنا above. راح مثلا هاد البطن
راح نحطه هنايا، راح يكون عندي هنايا layout above ولا نقدر ندير to right of ولا to end. إذا هذه هي بصفة عامة الأتريبيوتس التي نستعملها في relative layout. إذا بالنسبة لـ View Groups شفنا Linear Layout اللي يسمح لي بتنظيم الواجهة بطريقة أفقية أو عمودية، وشفنا أيضا أننا نقدر نديرو Linear Layout داخل Linear Layout آخر. شفنا Relative Layout اللي يسمح لي بتنظيم الواجهة بطريقة نسبية، نسبية مقارنة مع الشاشة أو نسبية مع مقارنة مع نسبية مع Component آخر في الواجهة. إذا هذا relative layout. أيضا عندي constraint layout اللي هو يستعمل الآن ويسمح لي تحكم أكبر باستعمال الواجهة. راح نشوفه المثال الآن، راح نمحي كل ما له علاقة الاتريبيوت التي لها علاقة بالrelative layout. إذا حبيت مثلا هالتكس يكون في الوسط، واش راح ندير باستعمال لاسوري باستعمال الماوس، راح مثلا يمين هاد الكامبوننت يكون مع الشاشة. الآن هذا زدنا له constraint to end of، راح في نهاية الشاشة على اليمين. لو نضيف هاد الكونسترينت راح يكون في المنتصف. نفس الشيء إذا حبينا يكون في منتصف الشاشة، راح البطم يكون البطم top to top of the screen. إذا هذا هو الـ constraint layout. هنا مثلا بطم تاع هاد التكست يكون في البطم مع البطم تاع الشاشة، والtop يكون مع top، والاند وستارت نفس الشيء. اذا حبيت هذا البطن يكون اسفل النص، اسفل السؤال في هذه الحاله، راح ناخذ التوب يكون مع البطن تاع السؤال تاعي، ويكون اوك التوب تو بوتوم اوف ماي كويشن. اوكي، واذا حبينا يكون على اليسار نفس الشيء، اليسار راح يكون عنده constraint علاقة مباشرة مع يسار السؤال. بالنسبة للبطن الآخر نفس الشيء، top يكون في الأسفل و right to right نادرة إذن يكون معادلة right to right وليس left. إذن هذه هي الواجهة باستعمال constraint layout. constraint layout راح يسمح لي تحكم أكبر في الواجهة باستعمال الماوس، ولكن لازم كما قلنا لازم يكون عندي تحكم أكبر في الـ XML code مقارنة إذا مع استعمال الواجهة بالنسبة لتصميم الواجهات. إذا هذه هي الـ View Groups. شفنا إذا Linear Layout، Relative Layout، Constraint Layout، كاين أيضا Grid Layouts، Table Layouts، Frame Layouts، لكن هنا نكتفي بهذا القدر. مهم إن شاء الله نكون تعلمنا كيفية صناعة الواجهة باستعمال XML code. إذا شفنا كيفية صناعة الواجهة وتنظيم الواجهة باستعمال View Groups، Linear Layout، Relative Layout and Constraint Layout. شفنا أيضا الـ Components، Text View، Buttons، وشفنا أيضا بعض الأتريبيوتس الخاصة بهذه الكمبوننتس. ندعوكم أنكم تشوفوا الأتريبيوتس الأخرى الخاصة بهذه الكمبوننتس. كنترول سبيس راح يكون عندكم
كل الاتريبيوتس الخاصة بهذا الكومبوننت. هناك بعض الاتريبيوتس اللي تكون إذن في كل الكومبوننت، وكاين بعض الاتريبيوتس خاصة بكومبوننت معين فقط. هنشوف بعض المتفرقات الآن، خاصة ملف resources. هذا الملف راح يكون فيه عدة ملفات. عندي مثلا drawable اللي راح يكون فيه هو ميب ماب، كل ما هو ايكونز وصور، كل ما هو ايكونز وصور في التطبيق تاعي راح نضيفهم في drawable او ميب ماب. layout راح فيه كل layouts او الواجهات الخاصة بالتطبيق تاعي. values راح يحتوي على بعض القيم مثل مثلا colors, styles, themes و strings.xml. راح نبداو strings.xml. كون نشوفو هنايا مثلا text عندي warning اللي يقول لي hard coded string ليست محبذة هنايا. واش نديرو؟ نروحو الملف strings.xml ونضيف string. هنا راح نضيف السؤال نتاع. نرجع للواجهة، نرجع لللايوت، راح نمحي هذا الهارد كودد string وراح ندير ريفرنس مباشرة strings question. string question اللي راح يعطيني هذا إذن المحتوى. لماذا هذه مهمة؟ مهمة خاصة لترجمة التطبيق. لترجمة التطبيق، لما واحد يحب يترجم التطبيق تاعه ما راحش نروح كل الواجهات ونبقى نترجم في التكست هنا. واش راح ندير؟ كل التكست الموجود في التطبيق نتاعي راح نحطه في الفايل strings.xml. ولما نحب نترجم التطبيق تاعي الى لغة اخرى راح فقط هذا الملف راح نترجمه الى لغة اخرى، ونضيف strings AR العربية، FR الفرنسية إلى آخره. هناك طريقة أخرى نستعملها لحل كل ما هو warning، Alt Enter راح يقترح لي extract string resource، راح نسميه هذا correct. نفس الشيء بالنسبة لي خطأ، هنا راح نسميه Alt Enter ونسميها إذن wrong. إذن كل الآن النصوص المستعملة في التطبيق راهي في الفايل strings.xml. نفس الشيء بالنسبة للcolors، كل colors المستعملة في التيم ممكن نحطها هنايا باستعمال HTML code. إذن ونفس الشيء بالنسبة للteams راح ممكن نتحدث عليه في حصص قادمة. إذا نكتفي بهذا القدر بالنسبة لهذه الحصة اللي إن شاء الله نكون استفدنا منها وتعلمنا كيفية صناعة الواجهة. في الحصة القادمة إن شاء الله راح نروح الكوتلين، كود كوتلين، وراح نضيف الآن عدة أسئلة. في بلاس ما نديرو سؤال واحد كما هو الحال الآن، راح يكونوا عدة أسئلة. لما أجيب بصحيح أو خطأ نمر إلى السؤال الموالي. إذا إن شاء الله تكونوا استفدتوا. إذا كان عندكم أي أسئلة حطوها في الكومنت. مرحبا بكم إلى الحصة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم.